بسم الله وكفى سلام الله عليكم مدن ايال اي مروين مدح وينها الصومالية مدن حسن شيخ محمود باليري وحا افض وضي جن ان او حلال قودة تيهي موغال كا داوان ايسان واكي كن سقال بقل سيدي دي سقاشانات قضب كان ايان ديرة دساري دونا نين شيخة وولي بشيوق دا براح بلشدة دادكو اي داوان كمدة ايه وحوليه هي نمبان قران صار كو سمينه نينكي واو ما تغي بولي هذا حدا الاردغما كدبنا جن با كدح حدلي جن كي با سؤال ويديي جن كو وحان ويديي بو يري مدح وينها صوماليا مدن حسن شيخ محمود شعب كصوماليا وي كشيكتين ان او خولا ددو دعي ورور صدي مرهم با مسر ماهم جنكي وحيو كو جوابي مدحوينها صوماليا الساقيا بقوري إجارعة أما كراعة كجرة حوالات داد مردعين وانين كرا كجرة ومسكين أه وحوالها أمد إلهي أي كأمان قلين مركا شيخا وحولي هاي مدحوين حسن شيخ محمود وحلال قوضته وحاوي ينين حوالة إسلامات نعم أهن حولها الدولة ده دوينها وأمان قليي ومدحوينا في عن أنا مركز سؤال بانك ويدينا يا شيخنا عد كيس وسيد دين دونا مدحوينا الصوماليا أنا دي ويدية ولا ليال ما إجار بو كجراء حسن شيخ محمود حولها ضد مرد حين ميا قبر دي سو كمرد عن ميا بروتوكول كا وسيرد ده أريمه الدبة أمر دي بين ميا ويل كيس كلون كا أمر حين ميا كوبي اسماعيل عمر قيل ما سمين ميا ولا شيء سيندو علسو معني مصوضا ميا مكة قل قل كهوب كحكمين تومدي بن ميا ويلكي سي قبردو قبو تايا دور كومدي بن ميا ويلكو ابتقى وها ولا شيء سي كيدا شيء اسبتالك بدح تويدو مدي بن ميا رير كيسي مركا لغرهو فاميل كيسي هوسي عرور تيسي وحو ابتي وياي وحو والد وياي يعني الضمان حبني سرسري الدولة دو مدي بن ميا ما قونتو دي كو جارين صومالي دي كلا آوي تاسي نفس دي دي سو مسوق ما سوق ما أهن سو قرابكيل ما أهن سو نبطيزم ما أهن مركا شيقي نفس دي سان بعود كيس أنسي دين دون ناقي صدا وكشاكينا ايو مدح ويناه صوماليا مدن حسن شيخ محمود عندك يسنو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ولا ليال مرحبا دوني ذكي جوكتان وسلام انتهين الله يدين حفظيو ما انت قصة عجيبة هذه الله وذاقيا مرعا قرآن سارك سميني اي ايا نين ايا قرآن كو اخريني اي نين دبك قرآن كالسارة يكمي ده نين عاد خيار واه وعافمات قبا وما شاء الله ايشي كيني ومركو السلام سي اخلاق الى هذا اللي نين حنوصل ما كان إن كان عارف ما ضبط أبوها وحمرك إستاه بالقرآن سصاروا عيانت ما ركت وجع وجع وهو سقار كي يقويس كي يعلس كسر حاجة كسرانيو عبال يعلس كسرانيو سوق البعض القرآن كي بانك صاريا نينك القرآن كي باكوب باللاوي كدبنا نينك باس بدلي سا القرآن هو ذي متك أيوب باللاوي كدبنا جيني أيا صاح هذري أو هذلي جينك مركع إن مركع نينك كسراني باوحير ما عرفتي دباتوين كدلك الصومالي كجرأيو أيو هذا القصو قاضي ويرى معناها دباتوين كدلك كجرا سحر يعني أنا مر عن إذا لو ذاك أو جرو عن بحي سحر كم حد كأكتهاي مركز بوح إيش يعني دلك الصومالي دلك يدك يبغى لك على سحري وما درس كدري كدي من السؤال بعد هلك هو جفايد يستوى عنده إلهي القرآن كوه كوش يعني إن جنكو أود أوليه هاي مركو إله القرآن كجري قال عفريت من الجن متكمل الجنكة أي وحجري مركو النبي سليمان عليه السلام كرسي بلقيس وأبهذي وحجري قال عفريت من الجن أنا آتيك به أنا كوكينا قبل أن تقوم من مقامك أنت على فضيك يا ككغن وإني عليه لقوي أمين وحانا أعمل أود بذن بويري إلهي مركو أود بوسي الجنكو ومحيا لعز وقصة من كرام إن أسد بن آدم كأركين وحيا الله إنك استوجينكو سيدو كالاقفك أهل الدينك قرانك أغرستا أتكارت كود دالا وأكتيس الدعيف كي هاي سيدو إله قران كوير إلا كي دا شيطاني كان ضعيفا حد دواء عن إذيسي ولا قصده وحامو يدي سؤال دكا صوماليات
maalin walba isweydiyaan iyo wax laga dhaadhacsi laga yaabo iyada saxta laga yaabo marka ilaahay baa og ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa og wixii qarsoon iyo wixii muuqdaba dadku waxa iska badan janaalada iska furteen media iska furtay dad wax iskaga soo bandhiga qaar laga yaabo inay run tahay qaar laga yaabo inay qaldan soo bandhigaan qaarna laga yaabo inay qaataan qaarna ay cadeen ay u baahan yihiin inay xaqiiqsadaan sidoo ilaahay yiri in jaakum faasiqun binaba'in fatabayyanu faasiq hadduu idiin yimaado hal cadeeyo oo wax walba yaala iska qaadanin haddaba maxaan na dhexmaray haddaba jinkii waxaan weydiiyey su'aal muhiim ah ee dadka soomaaliyeed badanaa isweydiiyaan oo ay ka mid tahay in madaxweynaha hadda talada haya inuu guryaha ummadda uu dhaco hantida dalka uu boobo marka waxaan weydiiyey su'aashaa su'aal ku saabsan waxaan dhahay madaxweynaha talada dalka haya ma garanaysaa wuxuu yidhi haa waan garanayaa waxaan dhahay sax miyaa dadku waxay aaminsan yihiin in guryaha ummadda uu dhaco hantida ummadda uu boobo markaasu wuxuu yidhi dadku way ku been abuuranayaan jawaabtaas ayuu isiiyey kadibna wuxuu ii raacsiiyey isaga laftigiisa cajiib kulley adigu xaqiiqdama ogiy idin kale kulley waa xaqiiqsa dootaan madaxweynaha isaga laftigiisa wuxuu yidhi annagaa garanayn uu yidhi jinni haddaanaa wax walba waan aragnaa uu yidhi iyagu nagama warhayaan buu yidhi laakiin wuxuu dhahay isaga laftigiisa ayaa guri ijaara ku nool marka anigu la yaab bay arrintaa ugu noqotay oma madaxweynaha hadda talada haya xasan sheekh maxamed magaciisa u sheegay markaasuu yidhi haa isaga laftigiisa ayaa guri ijaara uu ku nool iyo dadkiisa caruurtiisu yii markaasa waxaa u dhacay iyo ummaddaan hantida u haystana dadku way ku been abuuranayaan buu igu celiyey marka walaalayaal wallaahi horta arrintani waxa weeyaan arrin oo yaab leh idin kale insha allah ilaah hubsataana la idinka rabaa insha allah hadda wixii ka dambeeyey jin walba oo dadka ka kor qeeliya waa inuu weydiin doonaa su-aalahani dadku ay markaasi mala awaalka ay laga dhaadhacsiiyey maadaama aysan jirin media xaqiiqa meel xaqiiqa oo la aamini kara adduunka maanta jirin waa inuu iska weydiin doonaa nabigana wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam jinka wuxuu idiin sheego hana beensanina hana aaminina harunsanina hana beensanina runna way noqon kartaa beenna way noqon kartaa marka adiguna insha allah wixii aad rabtid inaan qofka xiga eenu qur-aanka ku akrino jinka ka kor kheeliyo waa idinla soo wadaagi doonaa wixii ku jawaabaan ya commentiga noogu reeb maxaa rabtaa inaan weydiino oo shaki kaaga jira wixii shakiga ku jira hadda kadib jinku waan weydiinaynaa markay hadlayaan annagana waa isla insha allah masax baa maqalad baa waan la ogaan doonaa biidnillahi ilbaari anigu markaas wax ugu sheega markaan fiiriyey waan aaminay aniga waxaan ku aaminay maanta maadaama wax xaqiiq aysan jirin oo dalkeenna madaxdooda iyo maaragtay maamulkooda ku saabsan aynaan wax noo xaqiijin kara jirin jinku anagu mana runsanayno mana beensanayno laakiin inta xaqiiqda saxda laga keenayo tan ayaa sax ah waayahay sheekhaasi wuxuu yidhi madaxweynaha soomaaliya xoolo dadowmuu dhacay ayaan weydiiyey jinka wuxuu sheego mana la rumaysto mana la beensaduu yidhi jinka wuxuu ii sheeguu yidhi in madaxweynaha lagu been abuuranayo guri ijaara uu ku jiro xoolo dadow uusan qabin aniga marka waan rumaysanayo uu ku yidhi haddana sheekhan waxaad mooddaa inuu isagii iskhilaafayo jinka hana rumaysanin wuxuu sheegay hana beensanin saasuu ku yidhi haddana wuxuu ku leeyahay tan anig waa rumaysanahay hadda waa rumaysnahay madaxweynaha inuu saafi yahay lagu been abuuranayo xoolo dadow uusan qabin oo dadku ay been ka sheegayaan labadaba isagaan ka haynaa aniga marka su-aal baan ku weydiinaa adiga dadweynaha ah gabadha sharafta leh iyo wiilka sharafta leh ee idaawanaya mudane marwo sheekhan wuxuu leeyahay jinka aan weydiiyey madaxweynaha inuu xoolo dhacay wuxuu igu jawaabay fadwadiisii maya xasan sheekh maxamuud waa lagu been abuuranayaa xoolo dadow sintina ma qabo adi ma aaminsan tahay madaxweynaha soomaaliya inuu xoolo dadow dhacay haysto mise dhididkiisi inuu cunay guryo ku dhistay baad aaminsan tahay adi maxaa aaminsan tahay su-aashaasi jawaabteedoo togan haddaad garateen
صوتورا مقال كان مقال كحيكا كهر وحن الدين لين هاي لمانا الدنيا قربا فردوسه